حافظت الصين على توسعها السريع وازدهارها المستمر بعد التحولات الهيكلية التي شهدتها البلاد، على الرغم من الظلال التي تلوح في الأفق من تباطؤ النمو العالمي، كما أن الاتجاه نحو تحسين تنمية الاقتصاد الصيني لا يزال هو نفسه. تظهر البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية أن الفترة من يناير ولغاية أكتوبر استخدمت فيها الصين ما يقرب من 640 مليار يوان في الاستثمارات الأجنبية، مع ارتفاع 8.6% على أساس سنوي. هذا وقد واصلت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية زيادها شهريا هذا العام بأكثر من 10%، حيث يقود طلب المستهلكين النمو الاقتصادي الصيني إلى مستويات قياسية جديدة. الطلب على استهلاك جامد، لذلك ففي حال كان الطلب على استهلاك يحافظ على نمو مستقر وسرعة عالية، وسوف يدفع على نحو فعال تنمية الاقتصاد الكلي إلى الأمام، وسوف يحسن من مستوى معيشة الشعب، وهذا يمكن أن يشكل حلقة قوية. في الوقت نفسه، فقد حفز عمق التعاون الدولي أيضا النمو الاقتصادي الصيني، وقد وقعت الصين 14 اتفاقية تجارة حرة تشمل 22 دولة ومنطقة، و12 من هذه الاتفاقيات قد دخلت حيز التنفيذ.